هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب بخير دايما. عاملين ايه؟ وحشتني الفيديوهات، وحشني فيديو المشتريات. وبما ان ده فيديو طلب مني كتير 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 من ساعه ما الشتا ابتدى ان هو بليز اعملها فيديو مشتريات لقطع شتويه من تي ان او من اي موقع تاني. فالمره دي انا تقريبا توتال الاوردر حاجات شتوي، فالمره دي هوريكم مشتريات الشتا من تي ان. بصراحة جبت قطع حلو قوي، قطع مميزة، في حاجات حلوة. هتلاقوا في حاجات مش شتوي قوي، في النص حاجات صيفي بس حلوة او تنفع تتظبط مع حاجات شتوي، بتطلع بشكل حلو بشكل شيك. وفي الفيديو ده هحاول اوريكم افكار للحاجات الصيفي اللي انا جبتها، ازاي ان احنا ندمجها مع الحاجات الشتوي وهيطلع شكلها حلو، هيطلع شكلها شيك جدا 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 جدا. مش عايزاكم تخافوا من فكرة الدمج بين الشتوي والصيف، بالعكس بتطلع حلو، بتطلع شيك، بتطلع اليجنت. يلا نبتدي الفيديو. وحشتوني. في الفيديو تعالي اوريكم القطع اللي انا جبتها المره دي من تي ان للشتا. طبعا اول قطعه، والقطعه دي بصراحه حبيت ابتدي بيها الفيديو لانها قطعه حلوه قوي 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 بجد. انا مؤخرا، انتوا زي ما بحكي لكم دايما كده، كل فتره بطلع في حاجه كده بعلق عليها، بحسها شيك، بحسها بيبقى شكلها جميل جدا. من الحاجات اللي انا حاساها شكلها شيك جدا 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 واليجنت وطالعه موضه جدا السنه دي سواء صيف او شتا، فكره الست او الطقم اللي على بعضه، ان يبقى الطقم نفس اللون فوق وتحت، يعني التيشيرت اللي فوق او بلوفر او التوب او اي حاجه يبقى نفس اللون فوق وتحت، او تبقى جايه طقم ست على بعض. الموضوع ده يا جماعه طالع موضه جدا جدا جدا، وشكله حلو جدا وشيك، انا بحبه جدا. وبصراحه بيسهل علينا اللبس، يعني قبل ما اجي البس انا مش هفكر اطقم ايه مع ايه، انا اوريدي الطقم جاهز عندي والوانه مظبوطه وكل حاجه. اول حاجه بقى جبتها هي الطقم الصوف ده. طبعا بنحنا في الشتا، فانا جبت الطقم الصوف ده من تي ان. هو لونه زي بيج كده، بيجي قطعتين، القطعه اللي فوق دي التوب، وعايزه اوريكم بس الكم. الكم بيجي مضلع كده شويه، وايده معموله كده بالظبط، وهوريكم برده شكله في اللبس. والبنطلون بتاعه صوف. جماعه روعه روعه روعه. لو انتوا عايزين تجيبوا حاجه طقم كده يبقى صوف حلو، ده حلو من الحاجات الحلوه اللي مقاساتها يعتبر نوعا ما كويسه. بس كنت عندي تعليق حاجه واحده بس، ان على البنطلون، طول البنطلون. البنطلون لو انتوا اطول مني، لو انا 167 مثلا، 168، لو انتوا اطول مني هيجي قصير عليكم، لان البنطلون يدوب 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 مغطي الرجل. انا جايبه منها مقاس لارج، وتقريبا ده كان اكبر مقاس موجود يعني. بس هي لطيفه حلوه قوي في اللبس. البلوزه من ورا جايه كده طويله، بصوا حرف البلوزه نفسه متقفل بشكل حلو وشكل شيك، فشكله في شكل القطعه حلو في اللبس. ممكن تقدروا تلبسوا مثلا البلوفر لوحده، يعني ده بلوفر عادي بيج، ممكن تلبسوه على اي حاجه، وتلبسوا البنطلون لوحده، مش شرط تلبسوا الاثنين مع بعض لو انتم مش بتحبوا فكره ان الحاجه تبقى طقم واحد. بس في التوتال الصراحه الست دي حلوه وانصحكم بيها، انا حبيتها جدا جدا، ومشيتها حلوه وناعمه، وجبت مقاسي وجاي مظبوط بالظبط. القطعه اللي بعد كده هي ايه؟ هي فيست. عايزه اقول لكم برده، انا هحاول طول الفيديو اديكم معلومات كده في نص الفيديو، عشان ما يبقاش الفيديو عباره عن فيديو مشتريات بشكل بحت، لا يعني مشتريات وفي نفس الوقت بديكم تيبس او بديكم معلومات حلوه هتفيدكم في اللبس، يبقى شكلنا شيك، هيبقى شكلنا على الموضه، هيبقى شكلنا جميل. من الحاجات اللي طالعه برده موضه جدا جدا السنه دي، وهي موجوده طول السنين، وبصراحه بحسها من القطع المميزه الشيك، بتبقى شيك جدا في اللبس. ووقتها هو الوقت اللي احنا فيه ده، اللي هو بين الصيف بين الشتاء، او لما يكون الجو الصبح مش شتاء قوي، مش برد قوي، مش محتاجين تلبسوا حاجه تقيله قوي، وفي نفس الوقت ممكن تلبسوها وتلبسوا فوقيها جاكيت او حاجه لو انتوا خايفين تبردوا. الفيست الصوف او الفيستات عامه بشكل عام، انا من عشاق الفيست، بحسهم كده يا جماعه حاجه كده شيك 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 جدا. بما ان اللون ده طالع موضه واللون ده حلو قوي في اللبس، اللي هو اللون الرويال بلو، قررت ان انا اجيب منه فيست. كان في بلوفرات وفي فيست، بس انا قررت ان انا اجيب فيست. بحس الفيست كده بعرف العب فيه اكتر، مش زي بلوفر. البلوفر بيبقى هو شكل واحد محدد مقيد قوي، فيست ممكن اجرب البس تحتي حاجه طويله حاجه قصيره الجو ده. ده فيست لونه رويال بلو، الياقه بتاعته زي ما انتم شايفين عاليه شويه كده، وبيجي الكم بتاعه شويه طالع، مش طالع قوي بس طالع سنه بسيطه، فشكله حلو. مش ضخم، مش بيضخم، ما تخافوش ان هو يكون بيضخم او حاجه، لا. لونه جميل يا جماعه. الصوف بتاعه نفسه شايفين تقيل حلو، الملمس بتاعه حلو، معمول حلو بصراحه. بصراحه التقفيل بتاعه جدا 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 حلو قوي قوي قوي، عاجبني اللون. في الوان تانية كتير لو انتوا حابين تجيبوا اي لون، بس انا عاجبني اللون ده، لان اللون ده انا ما عنديش حاجه شتوي اللون ده اصلا، وبحاول شويه كده في الشتاء ان انا اطلع بره الكومفورت زون واجيب الوان كده مطرقعه شويه، فده من الحاجات الحلوه قوي 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 بجد في الشتاء. انصحكم ان انتوا يبقوا تقتنوا حتى لو قطعه واحده فيست صوف، هيبقى شكله حلو قوي في اللبس وهيديكوا شيكه حلوه قوي.
اللي بعد كده اللي بعد كده هي مش قطعه شتويه، هي قطعه عادي فستان. بس لفت انتباهي قوي ان انا البرنت بتاعته حلو، الماتيريال بتاعته شكلها كان حاسه ان هو هيطلع حلو قوي، بصراحه ما خيبش ظن. بلس ان انا ممكن البسها في الشتاء، فانا ده بقى اللي انا عايزه اقوله لكم. مثلا انا هجيب هوريكم الدريس اللي انا هلبسه دلوقتي، الدريس تحفه جميل جدا. انا بقى بحب الدريسات دي في الشتاء. ليه؟ عندنا مشكله في الدريسز ان اغلب الدريسز بتبقى ساعات قصيره. المشكله الازليه ان الدريسز بتيجي قصيره، ففي الصيف صراحه بيبقى ليهم اوبشن، بس الاوبشن بتاعتهم محدوده يعني. لكن ميزه الشتاء ان الاوبشن بتاعته كتير، واحلى اوبشن موجود في الشتاء انا ممكن البس عليه بوت. فانا الدريس لبسته على بوت، هوريكم شكله ولبسته ازاي كمان شويه. هوريكم اول حاجه شكل الدريس. الدريس هو ده، البرنت بتاعته خطيره، هو جاي من تحت بليسي، شايفينه معايا حزام اهو بليسي كده، وهنا الضيقه بتاعته عاليه كده، ودي البرنت بتاعته، ده اللون بتاعه بيج مع اسود. البرنت دي حلوه قوي، طالعه موضه، من الحاجات البرنتد اللي هتلاقوها موجوده منتشره حتى في المحلات. جميله يا جماعه، قماشته مش طبيعيه، قماشته بصوا فلوي كده وناعمه، وبصوا الاستك اللي في الايد رهيب رهيب. هقول لكم جبت مقاس ايه. جايبه مقاس اكس لارج، انا عليها في الدريسات في شي ان بحب اكبر، بحب اجيب اكس لارج عشان طول. هو طلع طبعا قصير سنه بسيطه، فلما تلبسوه بقى مثلا هوريكم انا لبسته ازاي. لبسوه على بوت كده بيبقى شكله يجنن 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 يا جماعه، بيبقى شيك قوي. على فكره بالمناسبه البوت من شي ان برده، هعمل لكم فيديو مخصص للبوتات اللي انا جبتها من شي ان، بس فيديو تاني. يا جماعه طلع حلو قوي بجد بجد، قماشته جميله جدا. ازاي بقى مثلا ممكن تلبسوه كمان في الشتاء لو انتوا عايزين تلبسوا فيه حاجه تقيله؟ انت ممكن تلبسيه كده وتلبسي عليه كوت اسود طويل، هيبقى شكله شيك جدا على دريس شكله كده اليجنت وشيك. ممكن تلبسيه وتلبسي فيه ايه زي ما انا لابسه مثلا بلوفر اسود، ده تلبسيه فوق الدريس، فالجزء اللي تحت كانه سكيرت كده، بيبقى شكله حلو قوي. بالنسبه للناس اللي بتقولي دايما ازاي تلبسوا سكيرت صيفي او دريس صيفي في الشتاء مش بتسقعوا، يا جماعه فصل الشتاء ده فصل الليرنج، يعني انا البس طبقات زي ما انا عايزه. ما هو ميزه الشتاء ان انا اقدر البس كذا طبقه، مجرد ما البس تحتيه ليجن او بنطلون حراري او اللي هم الثيرمال دول، الست الثيرمال في بناطيل بتبقى بتدفي، خلاص هو مجرد هيديني شكل حلو اليجن، وتحت انا متدفيه اوريدي، لابسه شراب تقيل او لابسه بنطلون تقيل مدفيني كويس جدا، وفي نفس الوقت شكلي حلو وشكلي شيك، وعارفه اعمل دمج بين الصيف وبين الشتاء في اللبس، وبيبقى شكله حلو قوي، بيبقى شكله شيك جدا. يعني انا بحب فصل الشتاء ان انا بقدر البس كذا حاجه فوق بعض، شيميس فوق فيست عليه جاكيت سكيرت عليها مش عارفه ايه، فبتطلع الليرنج دي على فكره في الشكل بتطلع شكلها حلو قوي، وبيبقى شكلها كده وبيبقى فيها فن كده، تحس ان انتوا عارفين تبدعوا كده، تلبسوا حاجه مع حاجه. فدي من مميزات فصل الشتاء، انا بحب فصل الشتاء عامه عشان اعرف اعمل فيه دم. فدي من الافكار اللي انا حبيت اوريها لكم، انتوا ممكن تلبسوا بيه الفستان، وفي التوتال الفستان حلو قوي. لا بقى للكلام عن الحاجات الصيف اللي ممكن تلبسها في الشتاء. السكيرت دي انا مينلي جايباها، يعني هي صيفي بس انا جايباها يعني عشان استخدمها في فصل الشتاء. هوريكم لبستها ازاي. كنت عايزه اجيب كده سكيرت تكون برينتد شويه عشان البسها على بلوفر، وما تكونش طويله عشان اعرف البس عليها بوت عشان يبقى شكلها شيك. بصوا يعني فكره، بقعد افكر في الحاجه قبل ما اطلبها، فلقيت دي على شيء انه عجبتني البرنت بتاعتها. بصوا البرنت بتاعتها هي خفيفه، سكيرت خفيفه ما فيهاش اي فكره، خفيفه جدا، بس انا عجبتني كده شكلها وفكره ان هي جايه زي كده نازله كده على واسع شويه، وهي مش طويله هي قصيره، وحبيت البسها زي ما انا لابسه على بلوفر اسود. بحب قوي السكيرت ان انا البسهم كده على بلوفر وتبقى قصيره سنه، وتلبسي تحتيها بوت بتدي شيكه رهيبه، بيبقى شكلها حلو جدا، بيبقى شكلك شيك. وزي ما قلت لكم انتوا عادي ممكن تدفوا في سكيرت شتوي لو انتوا ما بتحبوش السكيرت تبقى خفيفه زي كده، في سكيرت شتوي وفي حاجات صيفي. انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا، بحب البس ده على ده. فانا بديكوا التيبس او الحاجات اللي انا بحب اعملها، عشان عارفه ان في ناس هتخش تنتقد الموضوع وتقول ليه تلبس الصيف في الشتاء. كل واحد ليه مطلق الحريه يلبس اللي هو عايزه. anyway السكيرت حلوه، الماتيريال بتاعتها ناعمه، انا جايبه منها مقاس عاده هيكون لارج، جايبه منها مقاس لارج، حلو قوي ومقاسها جميل وشكلها جميل جدا في اللبس. من القطع الشتويه الروعه 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 اللي انا جبتها المره دي، وكنت جايباها منها الشتاء اللي فات، من كتر بقى اعجابي منها الشتاء اللي فات، فالشتاء ده لقيتهم منزلين منها الوان. ساعات شيء ان كده بتلاقيهم بينزلوا قطعه بلون واحد، وبعدين لما تقريبا ما اعرفش بيلاقوا عليها اقبال او حاجه بتلاقوهم منزلين منها الوان كتير. القطعه دي حصل فيها الحاجه دي، كانت السنه اللي فاتت نازله اسود بس، السنه دي لقيتهم منزلين منها الوان فاتبسطت جدا. هو مش عارفه اسميه ايه، يعني فستان او دريس صوف بس قصير، او بلوزه طويله يعني مش عارفه. بس يا جماعه روعه روعه روعه. انا كنت جايبه منها الاسود، هوريكم صوره الاسود اللي كنت لابساه السنه اللي فاتت. ده بقى اللون اللي هو البني، تحسوه البني المحروق كده، معرفش اسمه ايه، هو يعني البني المحروق. هي بتيجي كده هاي كول
وكم، وبتيجي بقى في فتحه من النص كده ونازله ايه مفتوحه لحد تحت وطوله لحد قبل اخر الرجل بشويه. المقاس بتاعها جبت لورج. اللون حلو قوي يا جماعه قوي، يعني انا جايبه الاسود وده اللون الثاني. شكلها شيك قوي في اللبس، شكلها مختلف. انا لبستها زي ما هوريكم تحتيها شميز ابيض مع بنطلون اسود، ممكن البسها على ابيض زي ما الموديل كانت لابساه، ممكن البسها على جينز، ممكن البسها على كذا كذا فكره. انا بس بوريكم في التصوير الفكره اللي انا جت في مخي فلبستها بيها. حلوه، انا بحبها لان هي مختلفه، شكلها مختلف، مش شكل البلوفر الصوف العادي الترند التقليدي يعني، لا شكله مختلف. من الحاجات اللي انصحكم بيها، هو بيشد وبيشد وبيشد بجد بجد بجد، حلو قوي. وصدقوني لما بقول لكم بنصحكم بحاجه بشد بتطلع حلوه فعلا. فدي بحبكم على هوسي باللون الاخضر، ويعني عندي هوس رهيب باللون ده بقالي فتره، وحتى جايبه حاجات شتوي باللون ده بس لسه ما جاتش. بس هوريكم السيت دي، السيت دي مش شتوي، هي صيفي عادي بس انا ممكن برضو البسها على حاجات شتوي. السيت دي جماعه بصوا عباره عن قطعتين بنطلون وتشيميز. انا ما كنتش متخيله ان هي هتطلع الماتيريال تجنن كده بجد 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 بجد. لا حلوه 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 حلوه. انا بقى جايبه نفس البنطلون ده من زارا وانا وريته لكم قبل كده جماعه، مش حاسه باي فرق بجد. المره دي لما بقول لكم مش حاسه باي فرق، فعلا مش حاسه باي فرق. تقفيل حلو جدا، ماتيريال حلو جدا، طري زي بتاع زارا بالظبط، مفيش فرق. كله 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 تحفه بجد تحفه. مش عارفه انا بجد يعني، انا بجد انصحكم تجيبوها، رهيبه رهيبه. في منها لونين اي ثينك الاسود والاخضر. انا متوقعتش انها تبقى حلوه قوي كده، حلوه قوي قوي قوي. جايبه منها مقاس لارج، بس في مشكله ان هي تلبسها صغير شويه، يعني انا اللارج جاي ملزق عليا قوي. بصوا الشميز جاي مظبوط عادي، بس البنطلون ملزق قوي فحتى ما عرفتش البسه عشان اصوره لكم لانه كان ماسك عليا قوي. يعني خسروا شويه هيتظبط، بس لو انتوا عايزين تجيبوا تبقوا لابسينها تبقى واسعه وتبقى اوفر سايز وكده، كبروا عن مقاسكم درجه. انا للاسف ده كان اكبر مقاس لارج فما لقيتش اكبر، عشان انا من اعجابي بالقطعه دي او بالسيد دي انا يعني مستعده اغسلها مخصوص عشان البس البنطلون بتاعها، هو ماسك شويه فيبقى مريح. بس يا جماعه بجد بصوا بصوا الماتيريال، الماتيريال حلو، الماتيريال حلو وتقيل والتقفيل بتاعها حلو، فبجد بجد حلو قوي قوي قوي. طيب تكمله للحاجات الشتوي، الصوف التريكو. انا زي ما قلت لكم بحب الفيستات، فبرضه لقيت الفيست ده وعجبتني فكرته كده، فكرته جميله كده وكيوت اهو. الفيست جاي كده برباطين حلوين كده من الجنب، شكله كيوت، في منه كذا لون بس انا جبت اللون اللي هو البيج، بيج غامق شويه. حسيت ان هو هيبقى حلو، هي على حاجات كتير روعه يا جماعه بجد، جميل قوي قوي قوي، ناعم وطري. بصوا نيجي من الجنب زي كده رباطين، وانتوا بتربطوا الرباطين كده على بعض، تقدروا تلبسوه على سكيرت على بنطلون على اي حاجه، ممكن تلبسوه على دريس عندكم كم فتلبسوه فوقيه فيست. عشان كده بحس ان الفيست انا ممكن يعني انسقه بكذا شكل. حلو قوي، عشان هوريكم شكله في اللبس. الماتيريال بتاعته حلوه، طري طري، شايفين طري. الفيست ده يعتبر طويل شويه، قبل كده اللي هو الازرق ده كان قصير يا دوب، ده من الحاجات اللي يعتبر اطول سنه بسيطه، فبالنسبه لي هيبقى الطف لو انت محجب. برده ده من القطع اللي انا انصحكم بيها وبشتري. طيب من الحاجات الشتوي الحلوه اللي انا جبتها، كان في لقيت بدله شتوي حلوه. انتوا عارفين الكاروهات الشتوي، مشهور بالكاروهات الحاجات الكارو دي. فلقيت السيت دي سيت شتوي، بدله على بعض جايه من جزئين بنطلون والجاكيت. انا زي ما قلت لكم بحب الحاجات دي قوي لان بحسها بتوفر عليا الوقت وبتوفر عليا كل حاجه وبتوفر عليا التفكير. فلقيت البدله دي، ده البنطلون، وتعالوا بس اوريكم من فوق، جاي جاكيت او زي كده جاكيت مفتوح يعني، وده الجاكيت بتاعها من فوق، وجاي الحرف بتاع الكولا كده تحسوه مفتوح. هوريكم برده في اللبس عشان تبقوا متخيلين، فلوي كده زي يعني مش مقفل، فاهمين؟ ممكن تسيبوه مفتوح، ممكن تقفلوه بحزام زي ما انتوا عايزين، بس انا عاده احب بميل ان انا اسيب الحاجه مفتوحه، ما بحبش اقفل قوي بالحزام وكده. ليه ما اعرفش، عشان في ناس كتير دايما تعمل لي كومنت انت ليه مش لابسه حزام على الدريس هيبقى شكله احلى، ليه مش لابسه حزام على مش عارفه ايه يبقى شكله احلى. انا بميل ان الحاجه تبقى واسعه واخد راحتها، مش بحب اخنقها، مش بحب امسكها، مش بحب فكره الحزام عامه. انا ما بحبش الحزام قوي الا في اضيق الحدود والا الا لو اضطريت له يعني. الماتيريال بتاعتها حلوه تقيله، لو انتوا عايزين البدله تدفي او كده تقيله يعني. بصوا لا يعني تقيله تقيله، انا لما لبستها عشان اصور اتحريت يعني، هي
هي تقيلة. السايز انا جايبه سايز اكس لارج وحلوه قوي يعني، الجزء الفوق كمان واسع، البنطلون حلو واخد راحته جدا جميل يعني واسع، يعني ممكن لو جبت لارج هيبقى مظبوط، بس انا بالنسبه لي الاكس لارج احسن عشان البنطلون يبقى واخد راحته. جميله جدا في اللبس لو انتوا عايزين تجيبوا بدله، شكلها حلو. الكارو زي ما انتوا عارفين موضه جدا في الشتاء، هيبقى شكلها شيك، هتبقى عمليه قوي لو انتوا عايزين تلبسوا حاجه فورمال وشتوي في نفس الوقت، فدايما تسالوني على حاجات شتوي، دي قطعه شتوي اهي ست على بعض وهتبقى حلوه جدا في اللبس وشكلها جميل. طيب عشان الفيديو برده ما يبقاش طويل، غالبا الفيديو ده انا هقسمه على جزئين، للمشترك الشتوي اللي جبتها من شيئين وده هيبقى الجزء الاول، فهنتهي معاكم الجزء الاول بالقطعه دي، وعشان يبقى ختامها مسك بحب اسيب لكم دايما قطعه حلوه كده. احلى حاجه عجباني في الاوردر تقريبا او لفتت انتباهي اخر الفيديو، القطعه دي هي عباره عن الدريس ده جماعه، روعه، حلو قوي. ليه بقى حلو قوي؟ لان هو اول حاجه دريس شتوي، الحته الجزء اللي فوق ده صوف، شايفين الكم اللي هنا تحسوه كده قطيفه تقريبا قطيفه، بس مش عارفه اسمها ايه بصراحه القماشه، بس اهو شايفين الكم في حركه كده في النص، وفي من هنا استك. طبعا ايه احلى حاجه في الدريس؟ ان هو من تحت نازل على بليسين وبرده تقيل، يعني هو تقيل يعني، مش عارفه القماش ايه، بس قايفين كانها قطيفه، يعني هي قطيفه ومن جوه كده. حلو قوي يا جماعه، حلو قوي. انا جايبه مقاس اكس لارج، حلو واسع جميل يعني حلو. ده من الحاجات اللي ممكن تلبسوا لها حزام لو انتوا حابين برده، وحلاوته بقى ان انتوا تلبسوا عليه بوت كده، يبقى شكله شيك قوي، شكله جميل في اللبس. هوريكم برده شكله في اللبس، تقيل تحسه، مش عارفه انا عاجبني. في منه كذا لون، في اسود وفي بني وفي اللون ده، ده زي نبيتي كده. بصوا هو في الحقيقه فرق اللونين مش قوي زي ما هو ظاهر عندكم في التصوير، لان الاضاءه ضاربه قوي عليه، فمبين ان في فرق في الالوان، بس هو في الحقيقه يعني. انصحكم بيها وبشده، بالذات الناس اللي بتحب الدريسز ما بتحبش البناطيل، ما بتحبش تلبس اي حاجه فيها بنطلون، وعايزه حاجه شتوي وتبقى وان بيس وما تبقاش متعبه، دي انصحكم بيها. بس وبكده اكون خلصت الجزء الاولاني من المشتريات الشتويه بتاعت شي ان. هعمل لكم جزء تاني، مش عايزه اخليه في نفس الجزء عشان ما يبقاش بس الفيديو طويل وتزهقوا مني، فده الجزء الاولاني. بجد بجد يا جماعه الشيء منزلين افكار حلوه قوي في الشتاء، منزلين تنوعات جميله. فكره ان انا حاطه لكم شويه حاجات صيفي في قلب الشتوي، عشان الحاجات الصيفي دي انا ساعات بستخدمها في الشتاء، يعني انا من الناس اللي مش بشيل الصيفي كله في الشتاء، لا بسيب قطع كده معينه بحب استخدمها. القمصان بستخدمها تحت البلوفرات، مثلا انا لسه بلوفر زي ده ممكن البس تحتيه شميز، الفستان دي اللي بستحتيها القمصان الصيفي بتاعتي، السكيرت بتاعتي بستخدمها كلها في الشتاء، فانا بحب اعمل ميكس كده بين الحاجات، وان شاء الله ان شاء الله بتطلع حلو. بس استنوني بقى الفيديو الثاني، المشتريات الشتويه. ولو دي اول مره تتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان الفيديوهات الجديده توصل لكم. اكتبوا لي كومنت حلو زيكم لو الفيديو عجبكم، ولو عايزين تسالوا على اي حاجه اكتبوا لي تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليكم. باي باي.